الله يا خياط، كان خليته يكمل شويه بعد يسمعنا ابو بالي هالمقطوعه الجميله هذه. تدري يا خياط تسوي بالخوال الاغنيه هذه؟ تسوي لهم قصص. مو بس الخوال. ابو بالي هذا. اي حتى البيض يسمعون له يعني. اكيد. لا تصير عنصري. اه مو عنصري بس على اغنيتنا. اوكي. هو صح هم اللي بلشوا فيه ترى. بالضبط. نمسي اليوم على ضيفتنا اسماء العيدان. مساء الخير. مساء النور. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، شلونكم؟ احنا تمام. احنا اليوم قاعدين كاننا بزواره ترى، انسي تلفزيون ولقاء وكاميرات، نقعد نسولف وندردش وبنحكي على شغله جديده انا اول مره اسمعها، حتى ما عارف انطقها. شو اسمها صابرين؟ لا قولها انت. لا ما اقدر. توك مدرب عليها تحت الهواء. قال الانفلونسر. انفلونسر. انفلونسر. نبي نعرف شو الفرق بين الانفلونسر وبين البلوجر وبين الفاشينيستا بعد هالتقرير. والله حركات هالتقرير ها؟ شفت صور وكذي والوان وشغل وسفر وراحات ويايات. حلو كان التقرير. ايه. عجيب حبيت. انا استانس لما ضيوفنا يحبون تقاريرهم. اهم شيء. ترى شيء حلو. ليش رافضه المسميات بلوجرز والفاشينيستا؟ سؤالي سألتوني شنو يعني انفلونسر. نعم. ترى اغلبنا اللي تشوفونه بالبنات اللي تشوفونهم والشباب تشوفون بالانستغرام يعتبرون سوشيال انفلونسرز. طبعا يمكن سمعنا وايد يعني شنو يعني بلوجر اللي يكون عندها بلوج نفسه ويب سايت. الفاشينيستا اللي واحده دائما انتو فاشن، يعني كل شيء تحطه بوستاتها اهتماماتها كلها يكون عن الفاشن. انا شخصيا يعني لو ابي اصير شيء ثاني عادي اختار فاشينيستا، لان يعني حياتهم حلوه، حتى عادي يروحون الفاشن شوز. يكونون عارفين شنو الجديد دائما راح ينزل، سواء يكون براندز او شغلات العاديه. ومرات هم يبتكرون اصلا الموضه شيء يعني يعني يشوفون انه ممكن يكون حلو حق الناس والمجتمع والناس يعني الجنريشن اللي جدد اللي قاعد يطلعون. الانفلونسر سوشيال انفلونسر اللي انا اشوف نفسي ذس از ماي تايتل. ليش؟ لان انا موجوده على الانستغرام، سناب شات، يوتيوب، وانا نوعا ما قاعد اوري الناس ماي لايف ستايل. ذاتس واي يعني اشوف نفسي انفلونسر، لان يمكن شفتوا التقرير في وايد فيديوهات وصور بدون مكياج. صح. فهذا انا نوعا ما اشوفه يمكن ياثر او يكون شيء مؤثر حق بنات. هو فعلا يعني وجهه نظرك صحيحه، انك تكونين انفلونسر يفرق لما تكونين بلوجر، ويفرق لما تكونين فاشينيستا، كلهم تخصص مختلف. احنا ترى فعلا حتى في الاعلام لما نتكلم عن واحده منهم دائما يقولون فاشينيستات فاشينيستات. والفاشن اصلا تخصص حق الفاشينيستا. صح. فانت دائما يعني الانفلونسر يعني تعرضين حياتك اليوميه واهتماماتك واتجاهاتك. صح. حلو. احنا في البدايه قلنا مي عيدان، بس هو الاسم الصح مي عيديان. اسماء. حتى غلطت في الاسم السجي. اسماء عيديان. صح. طيب اليوم تتحسسين من كلمه فاشينيستا ولا عادي؟ لا عادي بالعكس. قلت لك انا لو يعني لو بدي اختار او انه لو انا صار يعني تغيرت اهتماماتي عادي، اي دونت مايند ان اي جو وذ فاشينيستا، لان بالعكس ترى اشوف شغلهم حلو. يعني انت لو شوف اللي برا الكويت وكذي دار انتو فاشن، بالعكس احس حياتهم شيء وناس يروحون يردون كبتهم من هني لهناك، يعني تحس شيء في لويا. في لويا شغلات بنات يعني. والله الحلقة كلها حلقة بنات، أنا شو مقعدني وياكم بعد؟ لا بالعكس. أنت استغنى فاشن من الفوق تحت أفا. وين فاشن؟ مسيكين أنا على قدي. على قدي. إيه بالضبط. ممكن تكون أنت بعد بلوجر. نعم. أو فاشينيستا. لا أنا خليني شيء هادي بالمذيع. ها حلو. طيب شو اللي يميز أسماء عن غيرها من الإنفلونسرز؟ أنا لما قررت إن أدش هذا المجال دائما كنت أقول حق نفسي راح أدش هالمجال، ودائما راح أذكر نفسي شنو كانت أسماء الصجية. وأتمنى إن دائما أقول حق ربعي إن ما بأتغير حتى لو انشهرت أكثر من كذي. ودائما أقول لهم هالجملة، لو حسيتوني إن أنا شيء صرت مو أسماء ذكروني، أعطوني كف، قولي أسماء أصحي this is not you. ف لما دشيت هالمجال صار فيني إن أنا لازم أوري الناس إن أسماء الصجية شو تسوي أصلاً، شنو اهتماماتها. وبالعكس أحس أصلاً بنات اللي هم داشين مع نفس المجال أنا أتعلم منهم، اللي أتعلم منها بالفاشن، أتعلم منها بالمكياج، أتعلم منها شلون مثلاً أكون شيء كلاسيك. أنا
اكثر ستايلي ستريت ستايل. انا اللي تشوفونه اليوم انا ما ادري سواد مبين، حتى شفتي يمكن مبين بالريبورت شلون ستايلي. انا احب اللبس يكون مريح واستانس فيه من مثلا الظهر لبالليل. شعري حاولت يعني احط اكستنشن شهر، حدي كان شهر ما قدرت. ليش؟ حسيت شخصيتي تغيرت. هو فعلا يفرق بالشخصيه. صحيح انا ما عاد اسوي شيء. صرت تدلعين اكثر وحسيتي بانوثه اكثر. الدلع اكثر اي بس ان انا ما اربط الانوثه بالشعر نهائيا. والله هم يربطون الناس، هي اللي فهمتنا ان البنت حالاتها بشعرها. صح إيه. هذا اللي هو هذا المعتقد القديم عند الاباء والاجداد انه عندهم، بس هو تغيرت الحين. صح شفتي بالستايل حلو، انا حبيت. راح ارجع شعري. ليش تجربه بالستايل؟ انا لي تجربه بس راح ارجعها. كم مره قلت لك رده يرده يرده ما تسمعين الحكي، ما تسمعين. اليوم شو اللي فرق؟ بتكلم على طاري سؤال صابرين. اليوم انت اللي قاعد تسوينه قاعد يسوونه الفاشينيستات ويسوونه البلوجرز، شو اللي الشيء اللي تفرق؟ وخصوصا اليوم ان هذا المسمى ما له انتشار وايد ترى بالسوشيال ميديا، مو موجود الا بقله. اليوم نسمع فاشينيستا، نسمع عن البلوجرز، ونسمع عن المسمى اللي هو اللي ما بيوهق نفسه يقول لك انا ناشط بالسوشيال ميديا ويخليها عايمه. اوكي قصدك الانفلونسر اللي انا انا اي كول ماي سيلف. لما تعرض حياتك حق الناس بشكل يومي لقدام، حتى لو انت تحاول ان ما تطلع شخصيتك الصجيه راح تزهق. ناس ما راح تدري انت منو اصلا. فعشان تشوف في ناس اصلا لقدام ممكن شخصيتهم تتغير. اتذكر لما قعدت سولفت مع ابوي قلت له انه بديش هالمجال وانا احس ان انا اقدر اثر على الناس. طبعا هو هم من اول سؤال قال شنو يعني بتكونين موديل، لان الكبار ما يدرون شنو اصلا فاشينيستا وبلوجر كذي. قلت له لا يعني I'm not even close to be a model, I'm not tall, I'm not thin. بس تشوف الاسماء، اسماء اللي شلون بالبيت تتصرف، اهتماماتها الكتب، احب اهتم بحقوق الحيوانات وايد، شلون اسولف عن الكتب واعتقاداتي. صار فيني هالشيء ودي اوصله اكثر. وانا دائما يصير فيني لا يعني اتحكي عن الشغلتين، لان لو انت تكون انسان دائما ايجابي وتسولف وانا قريت وحطيت وسويت الناس راح تزهق. فقلت انه ليش انا اي دونت كومباين ذم، اوريهم اللايف ستايل الفاشن والشيء اللي شوي يكون خاص اكثر اللي هو السناب شات اتحكي فيه عن اسماء. وايد توصل لمسجات اسماء انت خليتينا ان احنا نسوي اللي احنا نبيه، اسماء انت خليتينا ان احنا مثلا نغير حياتنا، نغير الوان اللي نلبسها، لان انت يو لوك مور فان وذ كولرز، تحبين الحياه اكثر. واتحكي عن تجاربي السيئه اللي تصير بحياتي عادي، لان من كثر ما احنا نكون مشغولين مرات وبس نوري الناس ان احنا قاعد نروح نستانس، ايفنتات، صور، تصوير، الجانب دعايات بس الايجابي ما نراويهم الجانب هم قاموا ياخذون طبيعي ان احنا مو الناس طبيعيين او ان هم ما قاعد يزعلون. فحتى لما اخذ قرارات كبيره بحياتي، لما اخلص واخذها وكذي اتحكى فيها. قبل فتره انا قدمت استقالتي وتحكيت عن الاسباب، قلت لهم انا ليش انا سويت هالشيء، مو والله عشان انه أنا والله خلاص لقيت نفسي بسوشيال ميديا، هذا موضوع ثاني. بس ما كنت سعيدة وأنا دائما كنت أقول لهم روحوا وشوفوا وشوفوا شنو يسعدكم. فقعدت أنا فكرت مع نفسي قلت إن أنا دائما أقول حق الناس خليكم سعيدين، سووا اللي أنتم تبونه، بليف إن يور سيلف، لأن أنا أشوف نفسي إنسانة مؤمنة بوايد أشياء. فلما أتحكى عن هالمواضيع أستانس لما أشوف الناس تريد تسولف معاي، أتحكى مرات عن أمور شوي تكون شخصية، إنه والله أنت لو مثلا مرات حكيت إنه انت يمكن لو يكون شكلك غير، تفكيرك غير، اهلك هم اللي ممكن ما يتقبلون، مو الناس. فهذا شيء طبيعي، انواع اشياء. انا ودي اتوقف عن هذه النقطه. اليوم انتم كمشاهير موجودين بالسوشيال ميديا قاعد تفتحون حياتكم الشخصيه امام الناس. والناس عاده طماعه تبي تعرف ادق التفاصيل. صحيح. اليوم ممكن يوصل الامر عند البعض منكم ان الناس تنتقد وانت ليش سويت كذي، ويتدخل في خصوصيات يبي يسال عنها. صحيح. في منكم وايد تزعل، شلون دخل والله بخصوصياتي، شلون اتكلم، انت فاتح للمجال والخصوصيه. صح. انعدمت وانعدمت خصوصيه بشكل عام. اليوم لازم اتحمل الشيء اللي قاعد يجيني من الناس. صح انا معاك. انا مرات لما ضايق من هالموضوع عندي ربع اللي حيل قراب مني اصدقائي،
هم ينعدون عصابة طبعا يعني يكونون وايد صريحين. اسماء انت دشيتي هالمجال يعني المفروض انت عارفه شنو ممكن يصير. مرات لما انت تتضايق وانت تكون وايد مشغول ما تدري شنو قاعد تقول. فعشان كذا تشوفون وايد المشاكل تصير بالسوشيال ميديا. امسك تليفون نفس الوقت اتحكى بسناب شات لا 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 لا, لا, لا. ردات الفعل السريعه انك تبين تردين على اي موضوع او تبين رايك في اي موضوع ممكن حتى ما يخصك ولا انت متخصصه اصلا في هالمجال, ممكن ردك يفتح لك باب ثاني بعيد. صح, وانت هني راح تطلع بشكل مو حلو. اعتقد الناس يعني ما انا ما ادري عن باقي الزميلات وزملائي بالسوشيال ميديا, بس مرات احنا ننسى ان يعني كل شيء له جانب مو زين يعني حتى الشهره. فالاشياء الانتقادات اللي توصل لنا شيء احنا اخترناها اصلا. فبالنسبه لي عادي, انا للحين يعني ما وصل لي وايد يعني انتقادات, بس مرات لما توصل اقول انه يعني I did this to myself. فيعني I let it go عادي. بس هل في لمت معين لانك تتحملين؟ في ناس وايد تفهم ان دام هذا مشهور يلا نسبه نغلط عليه ننتقده في اي شيء حتى لو كان شيء طبيعي وعادي والكل يسويه, بس لانه هو يسويه والله هو انشهر فخليه يتحمل ضريبه شهرته. فانت تتحملين لهالدرجه ولا تضايقين؟ لا انا اصك بلوك. ليش؟ لان اي دو بليف لو احد مثلا دش مكان حتى لو كنا قاعدين حد يعني خلي الكومنتات على جنب, قعدنا كلنا بقعده واحده في مثلا واحده قلت ادبها او صارخت خلينا نقول, اللي عندها هال الكونسبت ممكن تصارخ, فالقعده تصير كلها شنو؟ صراخ او سب. صحيح. نفس الشيء بالكومنتات مثلا انا اقرا انا فيني استعداد ان انا اسب مثلا او ان اقول كلام مو حلو او انتقد بشكل انه يجرح مشاعر اللي قدامي. فلما اشوف شغلات انه يعني تجرح مشاعر الانفلونسر نفسه عادي اقول في كومنتات مو زينه خلي انا بعد اسوي. فعشان شيء انا عشان ما اوصل هالليمت اسك بلوك, مع انه في وصل لي كلام انه المفروض ما تسكين بلوك. لان سبيتي اسماء؟ أكيد. أكيد. سب 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 جارح يعني ولا سب عادي ممكن لواحد يتقبله؟ سب شوف سب الجارح ما كان وايد يعني قليل و maybe it's not a good thing, بس أنا أضحك لما يكون سب وايد قوي يعني صار فيني زر بعدين يعني شيء يضحك ترى شوية. لما تقعدين بين نفسك هم بعد شيء يضحك؟ إيه أصلاً أنا بنفسي أضحك بعدين أنشر الخبر. طيب ناخذ تقرير ونرجع في سؤال يقرقع بقلبي. انت اسرار ولا صابرين؟ اوكي ها انت اسرار ولا صابرين؟ صابرين قالوا اسرارهم وراح نضل صابرين. يلا نشوف التقرير ونرجع لكم مشاهدين نكمل سوالفنا. احنا لاحظنا من خلال التقرير ان نوف السلطان دائما معك ما شاء الله للحين موجوده معنا, نوجهها تحيه. هاي نوف. منخشه اي بس ما شاء الله قاعده تصور وتتابع اول باول اللقاء. طيب ليش الناس تقول ان انتوا على اختلاف وفي مشكله بينكم وما ضليتوا نفس قبل؟ ايش الموضوع؟ اول شيء I'm so proud of نوف, لان نوف هالمضى راح تطلع بالتلفزيون ان شاء الله تمثل. واو. فهي اوريدي كانت قبل موثه مسرح تمام ويا لها opportunity ان تمثل بالتلفزيون. حلو. فعشان كذي ما قمت تشوفونها وايد معاك خذوها من التلفزيون. نوف صراحة أنا أعتبرها ماي بيرسونال فوتوغرافر بعد. كل صورة النارية اللي موجودة بالإنستغرام صورها. بس إحنا we're good أصلاً يعني أعتبرها أختي اللي طلعت من البيت لما تزوجت فهي صارت بدالها. أوكي. ما شاء الله يعني ما شاء الله حتى القصة بعد ترى حتى القصة مو شابها بعد. فيكم من نفس اللوك ونفس الروح. الله يعطونا وايد خوات صدقين لما يشوفون يقولون خوات إحنا طلعت شي بعض. كنت زي حتى الشعر يعني شعري ناعم. صحيح. No offense. الله يخليكم من بعد. ومن خلال ايضا التقرير شفنا مقاطع انت نزلتها في قناتك الخاصه. كلمينا عن القناه الخاصه اللي باليوتيوب. يوتيوب الله يسلمك يعني تقريبا الحين هذا الشيء الوحيد اللي يونسني وايد ما ادري ليش. أي. لما قدمت استقالتي صار فيني لازم اسوي شيء الناس تشوف ان اسماء صجيه اكثر. صحيح. هم حسيت ان السناب شات ما يكفي تخيل هالدرجة. فصار فيني انا اي كان شو مور اوديهم معي اماكن اوريهم انا صج خلال يومي شلون انا اصير ستريس اصلا. فالفلوج احس وناسه اكثر بالنسبه لي يعني انا لقدام احس لو يعني صرت وايد باليوتيوب عادي اصير فلوجر يعني. طيب شو الفرق بين الفلوج وبين السناب شات؟ تقدرين توثقين شغلك اللي بالسناب شات على اليوتيوب؟
ما راح يكون شو تسمونه البيكسلز مالت اليوتيوب الكاميرا ما راح يكون بنفس وضوح شو اسمه نفسها الكاميرا نفسها، بس اقدر انا اصور بكاميرا تليفون اللي ككواليتي بس اي اي كان دو ذات وذ ذا فون، بس انا يعني اشوف ان الكاميرا وايد احسن تكون صغيره عرفتي. حلو. طيب اليوم ترك الوظيفه والاستقاله ما حسيتي انه قرار ممكن في المستقبل يكون خاطئ اوكي وتندمين عليه؟ انا عمري تقريبا 30 سنه ادري تقريبا 30 سنه شهر 6 راح اصير 30 اي كانوت ويت ثانك يو سو بس غريبه أنا بنت تقول عمرها انا 27 صراحه ف... طلعت اكبر مني انا 27 لا قلت لك صدق والله ونص الو الو ارسل اوكي شلون قلت يا عمرك شعبي دائما اقول عمري الكل يستغرب شلون اقول عمري ترى اقول وزني بعد مرات لان اي لاف تو موتيفيت بيبل يعني الوزن عادي بس اغلب البنات يتحسسون من سالفه وين وين الوزن عادي وهي خايفه من الكاميرا قبل شويه من الوزن لا. اي لان انت قلت لك ايش ما قاعد اقول الهواء ليش انا خفت ما داعي لا عيونك وايد وايد ما شاء الله بيرفكت ثانك يو سو ماتش نتكلم على القرار ترك الوظيفه اي زين اوكي هذا القرار شوي له علاقه هم بعمري ان انا كبرت وما سويت اللي انا ابي اوكي هو انا صدق ما كبرت وايد بس حسيت ان انا قاعد افقد الوناسه اللي انا قبل كنت احسها يعني ما كنت وايد سعيده قبل وانا ضد هالشيء ان لايف از شورت لازم تسوون اللي تبونه وسالفه المستقبل ان اندم اول شيء ان انا عمري ما ندمت على اي شيء سويته حتى لو كان قرار غلط او ان شيء صار لي انا ما يعجبني عمري ما ندمت عليه والمستقبل انا حتى 3 شهور قدام ما افكر لسنه قدام عشان كذي قاعد اسافر اروح ارد يعني صار لي من شهر 10 قد مستقالتي ما شاء الله يعني عايشه حياتك عايشه حياتي وحد ل 3 شهور يعني انا مامنه نفسي 3 شهور خلاص ذاتس ات ما افكر اكثر من كذي حلو حبيت طريقه فكرتها ويمكن هذا الطابع شويه جديد علينا وبدا ينتشر صح. موضوع الطاقه الايجابيه موضوع ان احنا لازم نسوي اللي نبيه لازم نعيش حياتنا لحظه بلحظه ما نندم على اي شيء فات صح. طيب راح اتكلم معاك اسمه موضوع الجراه انت كذا مره صبغتي حواجبك بالوان شويه خارجه عن المألوف اي فش اللي خلاك تفكرين هالفكره وشنو هالجراه يعني فيها جراه وايد قويه يعني شلون فكرتي فيها انا جزء من شخصيتي الوردنس انا اعتبر نفسي ورد اوكي واعبر عن شخصيتي بطرق جدا مختلفه انا ادري ان وايد ناس صبغوا شعرهم الوان بس اول مره شفت واحده صبغه حواجبها جي سي سي كانت حبيبه قلبي سارة الودعاني سارة الودعاني احد هي لها كان شفتها بلون احمر وهي كانت رايحه حق ون اوف ذا براندز برا صار فيني كنا حلو أوكي. فقمت ان اشوف اطلع حمر شادوز احاول اسوي حواجبي طب هو ما كان بيرمننت تمبرري يعني لما تغسلين وجهك عادي يروحون فعجبني صار فيني اوكي نايس واي نوت وش اللي تغير؟ ماكو استانست انه شيء جديد وغريب ومو مكرر يس ما احب اكرر وايد اشياء طيب. يعني عندي طريقتي الخاصه عرفتي حلو ما شاء الله تميز شيء وايد حلو نتمنى انك تستمرين فيه بس في شغله فيصل اكيد لاحظته شنو انا اخذ لساني على الانجليزي ايه تمي تاخذ وعطي معي حتى متوقعه تتكلم بالعربي وايد او ماي جاد انا عجبتني يوم تقول سالفه شو تسمونها انتو شو تسمونها انتو طيب اليوم في الوانسر انتو قاعد تسوون دعايات الاعلانات صح في منهم نصابين قصدك الايجنسيز والشركات بهذا المعنى الشخصيات اللي تحت مسمى فلوانسر في منهم يضحكون على الناس ولا ما في؟ بلى اي عشان يكون سؤالي واضح وانا احب اكون صريحه أيه. بس صار فيني لو ما كنت صريحه الناس راح تتوقع شيء ثاني نعم. يعني فعشان شيء ردت لازم توضحينها شلون يعني؟ مرات في اشياء تصير عشان انكم اوكي راح اكون وايد صريحه يا رب ما يكرهوني اي انكم اي عشان الكاش ماني على قولتهم اوكي فيقولون واي نوت وفي ناس انا شوي ما الوم الانفلونسرز اكون 50-50 في ناس بلايندلي ذي فولو يعني ما يقولون انه اوكي انا خل اجرب اشوف يعجبني ما يعجبني مثلا اشوف اللي قدامي هل قاعد يجرب هذا المنتج اكثر من مره
قاعد يركز على شنو. وترى الانفلونسرز عندهم طريقتهم بالدعايه، يعني لما صدق يمدحون عاجبهم طريقه التأثير تقصدين؟ اي تكونين انسانه مؤثره على المجتمع واللي تابعونك. وحتى طريقه الدعايات احنا عندنا اوكي اعتقد وايد ناس عرفوها نفس كود انا اعتبره لما امدح وايد واسولف وايد صدق عجبني. لما هذا وصل لي وما ادري شنو هذا هذا خلاص يعني بس وصل لي. يلا عاد الناس الحين خدتوا الطريقه عشان تعرفون من الانفلونسر. اعرف الطريقه بس انا شخصيا ولا ما سويتها. ف يعني خاصه لما تكون مطاعم اقول لهم ان اول شيء بجربه. المصداقيه شيء حلو. اتمنى اظل على هالشيء ان شاء الله. واحنا بعد نتمنى هالشيء. ساعة البركه يا اسماء تشرفنا فيك. انا اكثر ان شاء الله تكون استمتعتي باللقاء واحنا مستمتعين وياك. ثانك يو سو ماتش فور هافينج مي. ساعة البركه مكملين نشاكم بعد شويه ان شاء الله مع حمود عادل والتبل تاب.